السلام عليكم ورحمة الله أيها التلاميذ. وعليكم السلام ورحمة الله أيها الأستاذ. كيف حالكم؟ حالي طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مادتي وحنو بلابنيسو التربية الإسلامية خاص أهان الحديث شلي وحن صوبرني الحديث الأول حديث ككوبات أيان صوبرني ما أنت إن شاء الله تعالى عشر كينو وكساب سنيهي الحديث الثاني حديث كلبات حديث كلبات محكساب سنيهي وجوب طلب العلم علمك إلا الراديو واجب نمضي وجوب طلب العلم علمك إلا الراديو واجب نقش هذا علمك وهل كان لقى وضع هذا وعلمك شرعك وعلمك دينك قفك إنه الدين تبرته واجب أي كتح صلاة هذا سيكون دكاني هذا علمك هذا أكون صونك هذا علمك هذا أكون سيلو قسوما زكاة هذا أكون تهذا لهين واجب واي علمك شرعك إلا الراديو الله سبحانه وتعالى وأماني علمك ذاتك برناي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات مرك علمك وحوين حديث كان ما أنت أنقاذني وحكساب سيهي وجوب طلب العلم علمك إلا الراديو إني واجب تعالى عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم رواه ابن ماجه والطبراني وصححه السيوطي والألباني عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم رواه ابن ماجه والطبراني وصححه السيوطي والألباني إن ما أنت عشر كأنقاذنا إنه أنس ابن مالك أي حديث كوريني عن أنس وحال جوريي رضي الله عنه أنس الله كرالي نقضي قال وحير أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي حريص يبد بذكر كيس الله يلي وحير طلب العلم علم جراد انتيسة فريضة واجب واي على كل مسلم قف والبو مسلم واجب أيوك يا حيوان رواه حديث كسوحة وريي ابن ماجه شيق لدوها يا وريي والطبراني إمام الطبراني شيق لدوها يا وريي وصححه وحصحيحي السيوطي إمام كلده السيوطي والألباني إمام كلده الألباني رحمه الله حديث كان وحو نقب ورينيا أن علم جراد انتيس نبي عليه الصلاة والسلام وحو دهي علم جراد انتيس وفرض واجب واي يوكيها واجبك على كل مسلم أفول بو مسلم أيوكيها علمي قال لقا وضع هل كانه وعلم الدين علم الشريعة علم القرآن قرآن كإنو أغاذو إنو ماركت أغاذو حديث كالنبي عليه الصلاة والسلام قفول بو مسلم أيا لقربا صلاة ديا كغحرا صون كيا كغحرا واجبات كي أو قفك كو واجبا يا كغحرا مارك قفول بو مسلم فرض عين أيو كيه وليبا إنو برتو وليبا علمك وحا لو قيبيا وح فرض كفاية يمد فرض عين أقف والبلغرب فرض عين كوحا وحي وعلمك ضرورياتك أقفك إنو وحكو أغادة للربوي أن أنس إن أنس وحا لقوري رضي الله عنه أنس الله كرا لنقضي قال وحو يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وحو يري طلب العلم علمك إلا الراديو فريضة واجب واي على كل مسلم قفل بو مسلم أي واجب كوي هاي واي رواه حديث كسوحا وري ابن ماجه والطبراني أي وري وصححه السيوطي إمام سيوطي لده والألباني إمام ألباني لده أي حديث كصحيحي أي وي مركا قفل بو مسلم علمك هكود ذالو فرض واي إنه برتو علم الدين تأهوى أن وحن أطلب سنة هنا أن التعريف بالسحابي سحابي جيا واي وريي حديث كان أنقاذنا ما أنت
صحابي وريي هو أنس بن مالك حديث كان وري من كان وريي وأنس بن مالك و الأنصاري الخزرجي أنصار أه خزرجنا كسيئة أنصارته وضدك النبي عليه الصلاة والسلام وقرقاري ها أنصار و أنصار تمركا أيا وحي كلاهايين أوس يخزرج أيا كلاهايين الأنصار وحي كلاهايين أوس يخزرج أيا كلاهايين أنصار تأيا وحي كلاهايين أوس يخزرج نعم أوس يخزرج أيا مركا أنصار أنصار نياوا أنصار وحوية كوا النبي عليه الصلاة والسلام وقرقاري يا أي أيالا دها أنصار وأقول النبي عليه الصلاة والسلام كسو دوية مقالة المدينة كسو دوية مركا أنس بن مالك وحوها أنصاري وضدك النبي عليه الصلاة والسلام ومقالة المدينة كسو دوية كرمية وقرقاري هو يهي هيل كقرب استاقي أيو أنس بن مالك آوى التعريف بالصحابي هو أنس بن مالك مقعي سوى الأنصاري أنصارها رضي الله تعالى عنه الخزرجي هذا خزرج كسيئها خدم وحو أذيقي رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات 8 سنة أيو النبي عليه الصلاة والسلام أذيقي مات بالبصرة بصرة مقالة بصرة يقول انت او عراق كتارو سنة 94 سقاشن افرتي هجرية ذا مركي مريسي هو أنس بن مالك واي الأنصاري أنصار أها الخزرجي أوليب خزرج كسي أها رضي الله تعالى عنه وأرضاه خدم وحو أذيقي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم أيو أذيقي 10 سنوات 8 سنة نبي أيو أذيقي مات بالبصرة مقالة البصرة أيو كل انتي سنة 94 سنة كأفرتن سقاشن إي أفر مركي مري سوا أنس بن مالك مركا وحكمت أها أصحابتي الدقوذي وواقي عبار دنب سوقارين تابعين تأدو أركين أيو أنس بن مالك أيو كمت أها نبي عليه الصلاة والسلام أيو أدعي إله عمري كيسا ديري إله مال كيسا يعني مال كيسا بضي إله ما أركت إلما بضنسي أنس بن مالك عمري كيسا مركساس أدير هذا أنس بن مالك وحاليري رضي الله عنه وحو كمت أهدتك وقدم بي أصحابتا دنتي أيو كمت أهاوا وحو نقول دنتي مقال الله بصرة أيو أنس بن مالك وقول دنتي واي رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلهي الله كرانا نبي صلى الله عليه وسلم وحو وشقينا 10 سنوات أصوير أي النبي عليه الصلاة والسلام هو يديس أكنتي مات بالبصرة بصرة دوا مقاله وكتال عراق وي سنة 94 وحنكو حجنينا ما يستفاد من الحديث حديث كان محال قفا إذي سنة ما يستفاد من الحديث حديث كان محال قفا إذي سنة كو حديث كان محانك قادنينا العلم سبب علم قوى سبب للنجاح قوليسي قفك قوليسي مربتا علم سبب أيو يحي في الدنيا والآخرة الدنيا آخرة بقى. العلم علمك سبب أيو أيهاي للنجاح قوليسك أيو سبب أيهاي في الدنيا والآخرة ها الدنيا آخرة بقى. قفيها ومربتها إنا قوليستك ياه علمك كد ذال العلم سبب للنجاح في الدنيا والآخرة الدنيا آخرة بقى. العلم سبب للنجاح قوليسك قفك هرمر أو قارو علمي ألو قارو ومد محي كهر مرتا أقوني كهر مرتا ضد محو كقوليستا علمي أقوني كقوليستا قف جاهل وحما قرد مقوليسنا العلم سبب للنجاح في الدنيا والآخرة علمي هو سبب إنا قوليستت هرمر قارتت الدنيا آخرة لبرك لبعض سبق الإسلام غيره إسلامك وحو كهر مري غيره أسيقا وحان أهين ديماك وحو كهر مري الدعوة إنو أغيري ضدك إلى العلم والتعلم
إنه واحد برتان واحد أجادان إسلام كدينها كلا وكجهر مر وكجهر سبق الإسلام وغيره إسلام كوحو كجهر مر كوا كلا وحيالها كلا الدعوة إنه أجيري إلى العلم والتعلم مرك علمي يا 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 وحبر شذا إسلام كا أيه كجيري واي ونكبوري أول سورة في القرآن قرآن كإلهي سودتي وحيهت اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ أليل أخري قراءة أذن وحوي قفك وصيلة وكجار علمك اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق مركا وحي غير مقطعه وقفك بورين قطعه إنه برتو ولي بنتو يريهاي علمي يأقون لهذا وين مركو الدقوب وشلين يا ليتني ما أبرن واي وح أيو أرانا يا ما أبرن واي ما وفاء إذا سوى أيو ده يا مركز سبق الإسلام وغيره الدعوة إلى العلم والتعلم لم بركس الدحات طلب العلم واجب علم إلا الراضي وواجب على كل مسلم قف والبو مسلمة ما يش استأقدر ومسلمة يجبر والبو مسلمة ومسلمة على جوالها قف والبو مسلمة مسلمة والبو هذه مسلم لا شيء غو مسلمة هنا ويسوه زقلي قف مسلمة أهوية ويا هي طلب العلم علم إلا الراديو واجب واجب ويا يكوي هي على كل مسلم ومسلمة تأقدر مسلم والبو هي مسلمة والبو واجب أيكوي هي طلب العلم واجب على كل مسلم ومسلمة علم إلا الراديو وهو واجب كوي هي قف والبو مسلم أه هي قف والبو مسلمة أه مركو حاس كدر دار بينا إن علم جا يأقنت دينجا حديث كفقه التوحيد كسيرة التجويد كعلوم الدين إن لوجود ذلك وقفك حوك ساره أيام حديث ككبرين أيام عن قادنا عشر كسؤاله أسئلة وتمارين سؤاله إيه توبر أكمل الحديث حديث كان بوحي أكمل الحديث حديث كان بوحي طلب العلم حديث كسبوحي نسا طلب العلم سؤال شلبات من أنا صب أنا صبن مالك من أنا صبن مالك أنا صبن مالك يا واي يا من أنا صن ابن مالك يا واي معناه تاريخ ذي كشكي سؤال شلبا سدحات أذكر فائدتين لبا فائدة كشك من فوائد الحديث حديث كان فائدوين كيسا لبا كشك أذكر فائدتين لبا فائدة كشك من فوائد الحديث حديث كان فائدوين كيسا لبا فائدة كشك واي اسمي عبد الله عبد عزيز. الجواب الأول طلب العلم فريضة على كل مسلم. اسمي محمود عثمان محمود. الجواب الثاني هو أنس بن مالك الأنصاري الخزري. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، مات بالبصر 94 هجرية. اسمي شعيب عبد الله. الجواب الثالث الدواب الثالث العلم سبب النجاح في الدنيا والآخرة. طلب العلم واجب على كل مسلم. أدعو مهسيهن عبد العزيز عبد الله عبد العزيز يا محمود عثمان يا سهيب عبد الله عشر كمان تأم كبرني حديثك لبعض طلب العلم عشر كان انت سيكوني وبالله توفيق وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.